رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. خير الشهور به النفوس تعلقت واستسلمت للخالق الوهابي. بك ليلة القدر التي نزلت بها آيات تذكرة لذي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربي يسر لأمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني الكرام، نواصل قراءة كتاب المعتمل في فقه الصيام، ونواصل قراءة موضوع المفطرات التي يجب الإمساك عنها في نهار رمضان، ونصل إلى القاعدة الثالثة وهي الجماع، وهو أن يقع زوج زوجته في نهار رمضان، وهو ناقض للصيام بالإجماع لمفهوم قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. القاعدة الرابعة: كبائر المعاصي. المعتمد في هذه المسألة ما أخذ بدلائل الكتاب والسنة، وهو القول بأن كبائر المعاصي ناقضة للصيام دون صغائرها. أما عدم نقض الصغائر فلأدلة منها قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. واللمم هي صغائر الذنوب. فدل مجموع هاتين الآيتين على أن صغائر الذنوب مغتفرة ومعفو عنها ما اجتنبت الكبائر ولم يصر صاحبها عليها. هذا والله أعلم. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وتقبل منا صالحة الأعمال. وأرجو النشر، وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا صائما للشهر محتسبا له بشراك مغفرة بغير حساب، بشراك مغفرة بغير حساب.